ادم عبد الحميد، مرحبا بك في ظلال الاصيل، منورنا في قناه الشروق. في البدايه السلام عليكم، وعزي الامه السودانيه في وفاه الاستاذ الشاعر الكبير بغامه الوطن صلاح حاج سعيد. حقيقه يعني فقد عظيم وفقد جلل للامه السودانيه، ويعتبر من الرعيل الاول في مجال القانون وفي مجال الكلمه على مستوى الشعر السوداني. يعني قدم ما فيه الكثير جدا جدا، ودي لحظات حقيقة وحزينة، لكن برضو بنفتخر بمساهماتهم عبر التاريخ الطويل. وبرضو يعني أرحب وأشكر التيم العامل في قناة الشروق حبابك، وخاصة الأستاذ نزار. مرحبا بك حبابك أستاذ آدم. وهي رحلة الحياة، كل زول بيأدي دوره فيها، وانطلاقا من الدور اللي بيقع على عاتقنا نحن في الأجهزة الإعلامية وعلى عاتقكم كقانونيين، خلينا نبتدر المساحة دي بالحديث عن الثقافة القانونية والحد الأدنى للفرد من الثقافة القانونية. المفروض الناس يعرفوا القانون قدر شنو. لا حقيقة يا أستاذ، يعني القانون هو السياج أو الإطار لأي مجتمع أو لأي حركة اجتماعية، باعتبار بنظم الحقوق والواجبات بين الأطراف، إذا كانت معاملة، إذا كانت كل التعامل الإنساني بيكون في إطار قانوني بحدد المسائل دي. يبقى إنه الإنسان البسيط لابد إنه يكون مدرك للمسائل الحقوقية البسيطة، حقه في الحياة، في العمل، في التنقل، وعلاقاته مع الآخرين على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى العمل. دي إنه كلها بفكر إنه القانون له دور كبير جدا جدا، وكقانونيين نحن يمكن بتقع علينا أعباء كثيرة، برضو أدوار في تقديم الرسالة أو الحقوقية البسيطة لكل إنسان في ربو هذا الوطن الجميل. طيب أستاذ آدم، الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة إذا ارتكب الإنسان مخالفة ولا بيعفي؟ لا يعفي. لا يعفي. لا. طيب على من تقع مسؤولية التثقيف القانوني؟ يعني عشان أنا أعرف قانون معين عشان ما أرتكب خطأ فيه، هل تقع على عاتق الدولة باعتبار أنها تعرف بالقوانين، ولا تقع على عاتق الإنسان المفروض بمفرد يعرف القانون، ولا تقع على عاتق يعرفه بالقانون؟ والله يا أستاذ المسألة، يعني الدولة طبعا لها دور الأساسي في المسألة بتاعت التثقيف، بعد ذلك بتتجزأ أو بتتدرج المسؤوليات على مستوى النخب، على مستوى الأجهزة. طبعا الدولة هي الأساس اللي بتوفر المعلومة البسيطة، وكمجتمع السوداني على الخصوص مثلا مجتمع كبير ودولة كبيرة ومترامية الأطراف وفيها التعدد الثقافي والإثني وكله، يعني الدول بقى عليها دور كبير، لكن ده برضو لا يعني انه يعفي الجهات الاخرى، اذا كان على مستوى المنظمات او المجتمع او الجمعيات، اذا كانت ثقافيه او اذا كانت منظمات بتاعت مجتمع مدني، دي كلها ادوار بتتداخل، وكل دور كل جسم او كل هيئه بتلعب دور، لكن الدوله لها الدور الاساسي باعتبار انه هي بتضع البيزك الاساسي لتوصيل المعلومه، تمليك المعلومة لكل إنسان باعتبار أنه القانون لمن يصدر الحكومة بتنشره في الجازيتا الرئيسية. وبعد ذلك بعد ما يتم فترة القانونية يفترض فيه علم الكافة. طيب يعني أستاذ آدم، نتكلم برضو عن دور النخبة في رفع التوعية والتثقيف بالقانون، سواء كان النخبة المثقفة قانونيا ولا المثقفة اللي تلقت حظها من التعليم بصورة عامة. يعني والله النخبة المثقفة برضو أنا دورها لا يغيل عن دور الدولة. يعني في أدوار كبيرة جدا جدا مفترض يتم تقديم أبسط المعلومات لمجتمعنا كمثقفين، لنا يعني قدر من المعرفة
والإدراك بيبقى إنه في دين في رقبتنا مفترض نقوم به تجاه المجتمع إذا كان على مستوى الأجهزة الإعلامية المسموعة والمقروءة ولا مستوى الأندية الشبابية في الأحياء الندوات التثقيفية. دي كلها بتأدي أدوار، أنا أفتكر إنه أدوار يعني بتساهم مساهمة كبيرة في معرفة الحقوق بشكل مبسط. طيب أستاذ آدم، خلينا نتكلم عن الاهتمام بالقانون بصفته المنظم للحياة. الاهتمام من قبل الدولة بوضع القوانين التي تتماشى مع طبيعة المجتمع والحياة والشريعة، واعتقد دي إلى حد ما بتكون مطبقة في كل الدول وفقا للدراسة المجتمعية اللي بتكون مقامة، والاهتمام أيضا بإيصال القانون والمعرفة القانونية للمجتمع وإيصاله لحتى فئات المجتمع اللي تلقت تعليم بسيط أو ما تلقت حظها من التعليم خالص، بحيث أنه تعرف حقوقها واجباتها في القانون. أيضا الاهتمام بالقانون من قبل المواطن عشان يقدر يتعامل في الحياة بسهولة وعشان ما يقع في أخطاء قانونية تستوجب العقوبة. أتكلم عن ضرورة رفع الوعي بالاهتمام بالقانون. طبعا القانون هو المشرع، المشرع لا أو يقدم مسودة أو مشروع لأي قانون باعتبار أنه القانون بيمثل الثقافة الاجتماعية أو ثقافة المجتمع المحدد. المشرع بيحاول بقدر الإمكان يسيق كل التجربة المجتمعية على أساس أنه يكون إطار منظم للمجتمع ده، ويبقى أنه الإطار المنظم للمجتمع ده أنه هو بعد ذلك بيعكس مدى تطوره والأدوار المفترض تقوم تلعب بها أجهزة الدولة، الأجهزة المجتمعية في توصيل الرسائل يعني على مستوى الأندية والجوامع والزوايا والجمعيات الشبابية على مستوى الأحياء. دي برضو لها دور كبير جدا جدا إنه تقوم توصل الرسائل دي، يعني باعتبار إنه هي دي أدوارها. يعني بيبقى إنه أي إنسان له دور كمثقف، عندك أدوار مفترض تلعبها تجاه هذا المجتمع. بالشيء البسيط كل ما تلقيته من معرفة مفترض تترجم بشكل مبسط. ده برضو بفتكر إنه ده حق من حقوق المجتمع، ما نلت من معرفة المجتمع على أساس إنه تساعده في ترتيب حياته، في حل إشكالاته البسيطة، في وكل في تخصصه. طيب لاحظنا في الدول المتقدمة أستاذ آدم بيكون أي زول من بعد العشرين أو فوق العشرين بقليل بيكون عنده مستشاره القانوني الخاص، مستشار القانوني ده اللي هو بيقدم له الاستشارات القانونية، بيترافع عنه، بيستشيره في كل أمور حياته فيما يلي الجوانب القانونية. نحن في السودان حسب قراءتك كقانوني قديم، نقيس مستوى الوعي والثقافة القانونية عند الشارع السوداني؟ والله الشارع السوداني إحنا يمكن الثقافة القانونية بندرتها وببساطتها، لأنه يعني المواطن السوداني عموما يعني بفهمه البسيط لا يلجأ إلى القانون أو لا يلجأ إلى أهل الاختصاص إلا بعد ما تحصل أو بالمثل الدارجي يقع الفاس في الرأس. هل ده بسببه انه التنشئه والتربيه الاجتماعيه باعتبار انه بنتعامل مع القانون ده كحل اخير فيما يلي موضوع النزاعات، ولا منشأه لانه نحن قاعد نخاف من القانون، ولا سببه انه نحن عندنا مفاهيم خاطئه عن القانون مثلا؟ في مفاهيم خاطئه من القانون، نحن يعني بنخاف من رجل الشرطه. المفترض انا احترم القانون بغض النظر عن منو بتابع، يعني في كشعب يعني اهتمامنا ووعينا وإدراكنا تجاه المسائل القانونية أو الحقوقية عموما يعني بيكون فيها نوع من السذاجة والبساطة. خوفك من رجل الشرطة ما أساسا، لأنه دي برضو بترجع للتنشئة،
والثقافة الحقوقية من التنشئة الاجتماعية داخل البيت وداخل المدرسة على مستوى الأحياء. يعني البساطة بتاعتنا دي أو تركيبتنا أصلا يعني فيها إشكالات كثيرة جدا جدا، يعني بتساهم في عدم إدراكنا للمسائل الحياة بأطوال. العالم أصبح غرية، يعني التعامل بقى أنه أهل إدراك واختصاص، أنا مفترض أستشير طبيب، أستشير صيدلي، أستشير مهندس إذا داير أبني، حتى المسائل البسيطة القانونية مفترض أنا أستشير محامي قبل ما أخطو أي خطوة، يديني الاستشارة القانونية على ضوء بعد ذاك أنا أبني حياتي. لكن بس إنه يعني ما أو مجتمعنا إنه يباشر الحاجة أو يباشر الإجراء أو المعاملة دون دراية كاملة بمآلاتها، بعد ما يكون تجي النتائج العكسية حتى بعد ذاك يلجأ. أستاذ أنا في نماذج لجهل الناس بالقانون أوقعتهم في أخطاء. إذا في نماذج الناس ممكن تتجنبها، زول عمل خطأ قانوني هو ما عرفه خطأ قانوني، وبالتالي الخطأ القانوني استوجب عقوبة أو حتى استوجب غرامة أو غيره من باقي الحاجات. هو الجهل بالقانون ليس عذر، ليس عذر. يعني نحن يمكن في مجال عملنا على مستوى المحاكم في طوال مسيرتنا يعني بتقابلنا نماذج كثيرة جدا جدا، يعني بعد ذاك بيكون في تبقى دور المعالجات، ما معالجات بأخبار. انت وقعت في المشكلة خلاص، هاي وقعت في المشكلة، بعد المعالجات تخفيفها او تدارك بعض المسائل، لانه اصلا يعني من البدايه كان في استشاره في معرفه، يعني ما كان اصلا ممكن الناس تتجاوز المسائل او تكون المسائل واضحه ومعروف مآلاتها. طيب بناء على خبرتكم في مجال العمل القانوني خلال السنوات الماضيه، شنو ممكن نقدر نقول كاحصائيه بسيطه معظم المشاكل القانونيه اللي بيعاني منها المجتمع السوداني، يا تحت يا تقسم او يا تنوع؟ والله يعني بدراسة أو بنظرة عامة من خلال تنبؤنا يمكن على مستوى العواصم والولايات ويمكن الأحوال الشخصية دي تحديدا. اللي هي شنو الأحوال الشخصية؟ الأحوال الشخصية بما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وقضايا المواريث، يعني دي في أغلب المحاكم السودانية يعني نظرة يعني فيها مشاكل كثيرة دي لجهل جهل المجتمع تجاه العلاقة ذاتها وأبعادها. دي يمكن أغلب المحاكم إنه لما تنظر المحاكم بتاعت الأحوال الشخصية يعني في قضايا دعاوى بشكل مخيف، إذا كان على مستوى الطلاق، إذا كان على مستوى النفقة، إذا كان دي كلها يعني بقت ماشية بمتوالية، ممكن تقول متوالية هندسية. أنا أفتكر دي برضو واحدة من الحاجات المفترض برضو الناس تجيف حولها تلعب أدوارها على أساس إنه تخفف من الحدة أو تخفف من كثرتها. دي بتلغي أعباء كثيرة جدا جدا علينا نحن كقانونيين. يعني هل بتفتكر إنه جهل الناس بقانون الأحوال الشخصية باعتبار إنه الأكثر ناتج عن الثقافة القانونية، ضحالة الثقافة القانونية عندهم، ولا واقع المجتمع السوداني أصلاً؟ يعني شنو إشكالية جهل الناس بقانون الأحوال الشخصية؟ المشكلة شنو اللي خلته أكثر شيوعاً يعني؟ ما عندنا قوانين كثيرة يعني أقسام كثيرة. وي أنا أقول لك يا أستاذ يعني في بعض الإشكالات داخل مجتمعنا السوداني. يعني في حاجة إنه يقول لك عيب تمشي المحكمة. والمحكمة دي إنه فلان وداني المحكمة يعني زي الصب الكبيرة. لأنه هي المحكمة آلية من آليات فض النزاع. يعني لما تبسطها أو تشرح للمواطن البسيط إنه المحكمة دي ما عيب ولا فيها صبة. انت وقفت امام المحكمه دي اليه عشان تحكم بين المتخاصمين بين المتخاصمين. يعني اصلا يعني مجتمعنا زمان كان في الجوديه، في العمده، في الشيخ القبيله، دي زمان كان بتلعب الادوار دي.
لكن هسه مع اتساع المجتمع وتداخلات العلاقات والمعاملات بيبقى انه لازم يكون انه في آلية انه بتكون تطورت مع تطور المجتمع ذاته، انه المحاكم يعني ما فيها مشكلة، هي أداة من الأدوات بتوفر المبدأ بتاع المواجهة، كل يطرح قضيته وبيناته بشهوده وبعد ذاك المحكم بتطلع قرارها. طيب هل بتفتكر انه ثقافة العيب اللي ذكرتها قبل شوية دي هي اللي ساهمت في زيادة المشكلات امام محكمة الاحوال الشخصية، سواء كان في قضايا الميراث او النفقة؟ اقصد يعني جهل الناس بالقانون والتربية المجتمعية حقتهم، ثقافة العيب دي هي السبب في انه تخلي الناس يعني اكثر اقبالا على مواضيع الاحوال الشخصية؟ يعني زول متنازع مع اخوه في قضية ما قدروا يحلوها، وبالتالي يحصل خصام عشان هم فاكرين انه المحكمة عيب، عشان خلاص وصلوا اخر مكان المحكمة، مع انه كان المحكمة ممكن يعني اذا اخذتوها في فهمه انه دي منطقة بتفض النزاع بين اي اثنين متخاصمين او متنازعين، الموضوع ما خطير، انت الحق ظهر لك. حتى في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت درعه مرهونة عن يهودي، مش كده؟ نعم. فالنزاع ده كونه القاضي حكم لفلان وحكم لفلان ما مفروض يكون في خصومة بعد الحكم، مش كده؟ دي حقيقة دي طبعا يا أستاذ، هو الجهل ومسألة العيب يعني داخل مجتمعنا السوداني يعني لا أثر كبير جدا جدا، خلت الناس ما يثقفوا قانونيا، بالتالي بيجوا المحكمة مجبورين، بيجوا المحكمة يعني في آخر مراحل لما يكون أصلاً بعد ذاك وصلوا إلى طرق مسدودة، يعني بعد ذاك بيرجعوا للمحكمة آخراً يعني. يا أستاذ آدم، هل الثقافة المجتمعية المحلية حقتنا ساهمت في سيادة الجهل بالثقافة القانونية، بمعنى أنه الجودية، حل المشاكل بين المجتمعات، القعدات الصغيرة اللي بيحلوها رؤساء أو عمد القبائل، وبالتالي خلت أي نزاع صغير ولا كبير يا إما يتم وأده ويكون واحد في الناس ما راضي، أو خلى الناس ما يقبلوا على القانونيين عشان يستشيرون، وبالتالي ساد الجهل بالثقافة القانونية؟ هل بتعتقد ده واحد من الأسباب، والمسألة عندها أبعاد تانية أن إحنا ما جايبين لها خبر؟ والله عندها أبعاد أبيض طبعا، لأنه أصلا يعني الجودية والعمد والمشايخ يعني زمان كانت القضايا أو صبر الحياة كانت بسيطة، المعاملات ذاتها كانت بسيطة، ومع تطور الحياة صارت برضو يكون في تطور لوعينا لآليات أسرع، آليات يعني أفضل، يعني الجودية يعني فيها يعني نوع من السيطرة أو الأبوية، نوع العمدة لمن يقول كلام بعد ده ما في زول بخالف الكلام ده إذا كان صح، حتى ولو كان في طرف ما راضي، حتى ولو كان في طرف ما راضي، لكن المحاكم دي بتديك الفرصة تقول كل ما لديك وتدعمه بشهودك، بيبقى انه في مبدا بتاع مواجهه، والجوديات يعني مبدا المواجهه ده نادر يكون في مبدا بتاع مواجهه، العمد او المشايخ بيقولوا كلامه خلاص فل الصب انه يتنفس بغض النظر انه الاطراف في رضا او دون رضا، دي ذاتها برضه واحده من الثقافه الابويه اللي كانت منتشره داخل مجتمعاتنا البسيطه دي. هل نحن محتاجين عمد في الوقت الحالي عشان نحل المشاكل القانونية الموجودة بين الناس؟ هل بتعتقد أنها خطوة في اتجاه الحل قبل ما نمشي للمحاكم والقانونيين، ولا بتعتقد أنه الذهاب مباشرة إلى المحكمة والقانون هو وسيلة أسهل وأفضل لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة؟ هو أستاذ التدرج ده ما مهم، ما أي مجتمع عنده آلياته، يعني حتى الجورية لعبت دور في وقت من الأوقات وما زالت برضو بتلعب دور في بعض المجتمعات البسيطة، لكن بيبقى إنه التعامل بين الناس بقى من الأسرة الممتدة في انتقال لمدينة، والمدينة بعد ذلك بتحكمها علاقات متداخلة بتختلف من العلاقات البسيطة اللي كانت موجودة على مستوى القرية على مستوى الحلة، يعني بقى إنه في علاقات ممتدة في تداخل في أعمال كثيرة بتتطلب إنه
هل كل القضايا محتاجين أنها تمر بنفس التدرج عشان نصل لمرحلة القانون أو المحكمة، ولا قضايا معينة المفروض تبدأ بالتدرج ده، نبدأها بالناس الحلة بعد شوية، شيخ الحلة بعد شوية، العمدة بتاعت القبيلة بعد شوية، العمدة الكبار بعد شوية نوصل للمحكمة، ولا في قضايا معينة نحن محتاجين مباشرة نشيل المتنازعين ديل ونوديهم المحكمة؟ والله دي يمكن يا سنزار يمكن نحن كقانونيين دي واحدة من أدوارنا، مفترض حتى العمد نحن زادنا مفترض نرسل لهم رسائل ثقافية نثقفهم قانونيا، ده دورنا نحن هسه الجايين، ده دورنا نحن كقانونيين وانتم كإعلاميين. يعني العمد نحن زادنا مفترض نحدد لهم يعني في قضايا بسيطة لا تحتاج للذهاب للمحكمة، يعني ممكن يتم حلها بشكل ودي وشكل رضائي، اما المسائل المعقده دي ممكن بعد ذاك العمل ذات احنا فهمون باعتبار انه يعني بتحتاج درايه ومعرفه، بتحتاج خبره، بتحتاج يعني وسائل اكثر حداثه يعني. معناها فضل النزاعات بين المتخاصمين قانونيا، المفروض في قضايا معينه تحل بالتدرج، تبدا من مكان لمكان ولو استعصت على كل المراحل دي تصل المحكمة، وفي قضايا معينة المفروض هي أكبر من أن تحل في المعون بتاع الأبوية ده وتذهب للمحكمة حسب كلامه، مش كده؟ بالضبط. طيب جميل، كيف يتثقف المواطن قانونيا؟ ده مربط الفرس، أنا كمواطن داير أعرف القانون وأعرف البيو اللي عليه عشان ما أقع في مشكلة وعشان كان عندي حق ذات أعرف أطالب بيو. والله الثقافة الحقوقية يعني زي ما ذكرت في بداية حديثي، يعني الدولة في البداية كبيزي هي بتلعب دور الأول، يعني بمعنى الكلام ده هل يكون يعني جزء من أجهزة الإعلام واللي اتخطى في مناهج المدرسة، الدولة في كيفية وضع التثقيف القانوني؟ نحن هسي مشكلتنا كلها خلاص عرفنا أنه نحن مفروض عندنا دور نلعبه تجاه تثقيف المواطن، المواطن ده يتثقف كيف؟ إذا زول هسي دار يتثقف قانونيا، أنت كزول خبير في المجال القانوني نقول ليه يثقف كيف عشان يعرف حقوقه وواجباته؟ اولا انا زي ما ذكرت يعني المناهج التربويه يعني في ثقافه قانونيه بسيطه، ما بالضروره يعني يعرف القانون، يعني مفترض يعرف الكافه، مثلا الحق، حق العمل، حق الحياه، حق التعامل، حق انه المحافظه على الحقوق، إذا حصل أي كيس كيف تقدر تتعامل معه، يعني في مؤشرات بسيطة جدا جدا دي تتواجد في المناهج التربوية للعامة بغض النظر إنه حيمشي في مجال قانوني أو غير قانوني. ده المفترض يحصل مش كده؟ ده المفترض يحصل. وبعد ذاك بتجي الأدوار الثانية بتاعة المتخصصين نحن قانونيين، دورنا عشان نكمل البداية البدت للناس كانت جنرال التصغيف للناس الأصلا يعني هم حياتهم بقد إنه التعاملات بتاعتهم يعني ارتقت من التعاملات البسيطة إلى التعاملات المعقدة، لذلك المفترض نحن نقدم لهم رسائل شراكات أسماء أعمال وغيرها وغيرها، يعني كيف تقدر تسجل اسم عمل وكيف تعمل شراكة وكيف، دي برضو من الرسائل اللي احنا مفترض نقدمها للمجتمع باعتبار انه اي انسان يكون عنده الحد الادنى، واي خطوة لا تخطوها ما تخطو خطوة ما لم تستشير قانوني لاي عمل قانوني او اي علاقة مع جهاز من اجهزة الدولة او تعامل، لانه مفترض قاعد تحكمها لوائح وقوانين حتى انه تكون في السيف سايد. نحن يعني كان مفروض نستمر في الحوار أطول من كده عشان نعرف ذاته كيفية الحصول على المعلومة القانونية والطرق القانونية المفروض تتبعها الإنسان في معاملاته اليومية عشان يكون في صيف صابر، لكن للأسف الزمن المحدد للفقرة انتهى. أنا سعدت بك جدا القانوني والمحامي الأستاذ آدم عبد الحميد، كتر خيرك نورتنا في ظلال الأصيل وفي قناة الشروق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وأشكر كل التيم العامل وفي قناة الشروق، وأتمنى لكم كل تقدم الزهار يا أستاذ الزهار، إن شاء الله نلتقي في برامج أخرى إن شاء الله ونساهم معاكم كإعلاميين نحن قانونيين
في نلعب الادوار الحقيقيه المفترض نلعبها تجاه مجتمعنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للاستاذ ادم عبد الحميد القانوني والمحامي في هذه المساحه اللي تحدثنا فيها عن الثقافه القانونيه والحد الادنى للثقافه القانونيه بالنسبه للفرد وكيفيه الحصول على المعلومه القانونيه وغيرها من باقي التفاصيل القانونيه تحدثنا عنها في الفقره دي. ان شاء الله في محطات قادمه نتكلم عن متبقي الموضوع وما يمكن للفرد معرفته من القانون والمتاح والمصادر المفروض يتعلم منها الإنسان.